قاوموا لي الحوايج ديالي، الثلاجه ديالي قاوموا لي، الفراش ديالي قاوموا لي، البطاريه ديالي جيبوا لي، البايلي ديالي جيبوا لي، الذهب ديالي جيبوا لي، فلوسي جيبوهم لي. وديك السيد اللي بحال نعاود نولدو ليا فدني يمشي يكري لي ولا يتعب ليا ولا يتعب ليا، ولدو ما عندي جوج عيال، انا عندي جوج عيال، ما عندي فين نمشي، ما عندي خدمه، ما عندي صنعه، ما عندي كبير، ما عندي مني، ما عندي عبد ربي والناس. كنحس بالاكتئاب. فهمتي؟ ولادي طايشين، الناس كيدوني الماكله. فهمتي؟ انا ولادي غير طايشين، ما عندي صنعه، ما عندي فلوس، ما عندي حتى حاجه، كتخرجني وتخرجني على حدا الناس، كل الحومه كل شي حدا. من الطرف للطرف تجيب لي البطانيه ديالي، تجيب لي الحوايج ديالي، وتجيب لي القشوه ديالي، وتصغر لي الثلاجه ديالي، وتصغر لي كلشي ديالي، وتجيب لي فلوسي وذهابي وحوايجي. الحوايج ديالي تلفتو، كانت عندي الفلوس تحت الحوايج، كانت عندي الفلوس تحت الحوايج والذهب، مشالي رزقي يرجع لي بالمخزن وبلاش ما بغات، بغات بالقتله بسم الله، بغات بالمخزن، انا ما بغيتش ندير شريه. الديم الاحمر مدينه وزان، زوج بهذا السيد قال لك غير ديه راه واكل شارب ناعسه مفرشه، ملي ديته ما بقاش يبغي يخدم، بقى يخلطوه ما تخدمش ما تخدمش. زادت لي البنيت سبعتها لي امي، زادت لي الوليد سبعتو لامي، الدري كان عندي مريض محمد الخامس، يعني خوتي اللي كيصرفوا عليا، خوتي اللي كيعطيوني. دابا خوتي قالوا لي زعما عينا حنا ملينا هاد الخدمه هادي، بقاوكم نصرفوا عليكم انت في الدار ديالك راه بزاف. فهمتي؟ هادي دابا قول سبع سنين، سبع سنين وشي حاجه راه فهمتي. حنا في المشاكل وانا خدامه، نشري هادي نشري هادي نشري هادي. دابا جا رفد لي كلشي، هو ويماه رفدوا لي البطانيه، رفدوا لي البانين، رفدوا لي القشوع، رفدوا لي الفلوس، رفدوا لي ذهبي، رفدوا لي حوايجي، وغبروا لي خليوا لي غير الشراوط اللي ما فيهم فايده. فهمتي؟ الدقدق اللي ما فيه فايده هما اللي خلاوه لي. فهمتي؟ هذاك رزقي شاريه الحومه كلها شهده، انا اللي كنخدم وانا اللي كنجيب داك الشيء. فهمتي؟ دابا قال لك اسيدي انا ما غنخدمش، غير تسلف من الجمعيه ونمشي نخلص له انا المكانه د الماء. انت راجل باش نخلص لك المكانه د الماء؟ لا نسلف من خوتك، خوتي ما بغاوش يسلفوا له، قال لي خوتك غير شمايت. قلت له الشماته هو انت، انا خاي ماشي شماته، ما يسلف لك شي اله سلف لي لا. خوتي ضربوا عليه، ضربوا عليه، بقى رافد معايا الكونترين، رافد معايا الكونترين، رافد معايا الكونترين. جا الراجل الراجل دختو انا ناسها في الصهد، والعائل كيبكي لي، هو مشان الجبل ملي ما بغيتش نسلفو له وداك الشيء سمح فيا ومشان الجبل في الايام ديال العيد، مشان الجبال سمح لي في كل شيء ومشان تمك. جا الراجل دختو انا حاشك عريانه الصهد، ديك ليله الصهد عريانه غير بصابانه، وجلسه. جا الراجل دختو طالع من هنا حتى النص ديال الليل حتى الوحده، هو يجي طلل هنا في البيت طلل. قلت له ماشي هذا، ماشي ماشي احترام هذا، طلل على بنادم والدار خاويه فيها شي حتى واحد وتجي طلل. قال لي حاشك الهضره، حاشك تصاحبتي فيا يعني. من طلل شي تافه، انا اللي في عنقي وما كنهضرش معاه، حاشين واحد بحال هذاك. ايوا بقاو تحرموا عليا، يا دابا كيضربني الجيران حاضرين، هو ومراته عيطوني يماها، فهمتي؟ عيطوني يماها، جات من هنا دعاوني، دعاوني بان تخرجني من الدار ديالي. فهمتي؟ قلت لها انا ما خرجاش. جات يماه قالت لي خصك تخرجي من الدار ديالي، عاودوا دعاوني، عاود انا دعيتو، عودنا للكوميساريه حضرنا، دفعوني للمحكمه، المحكمه بقى ما عيطت لنا. صافي انا كنمشي للخدمه كنلقى الحوايج مرميين، كل نهار الجيران انا رموا لك حوايجك، كل نهار نجي ندخل ديك جوج مطارب ثلاثه، كل نهار كل نهار. نهار واحد سدت عليا الماء، قالوا لي الجيران ما تفتحش الماء خليها حنا نعطيوك الماء، قطعت لي الكابلي ضد الضو، قالوا لي الجيران خلي ما ترد حتى حاجه، خليها دبر راسها غير خليها ميك عليا، ما تكون شي صافي خليها. قلت لها من لا ما يمكنش، الضو ما عطيها لي حتى واحد، عطينا للناس صافي. البارح انا مشيت للخدمه وجيت لقيت الحوايج ديالي مهزوزين في الزنقه، راه الحومه كلها عندها التليفون فيديوهات، حوايجي كاملين طلعوا البوليس جوج طافيطات. خيرك وخيرهم يعني حيداتو لي شو ديالي هرسات ملي راه ما عندي ما فين ناكل. انت كتشوف حالتك انا 13000 ريال صبت عند النجار، دابا شوف خرجوا لي القشوع ديالي ولا دابا انت كتشوف. فهمتي؟ هذه الباب ديالي انا، الاصلاح ديالي هذا، بزاف بزاف اخاي. تجي وحده انا كنسكنه غير في الجبل ما كتعرفش تغلي وتجي انا تتحكم فيا، حسيت بواحد الحقره في شكل. فهمتي؟
ما ستنقي. طلعني البوليس مستافيت قال لي حبس تما جلس بقى فيه الحل. حد بوليسي تا هو الله يعمر سلا بقى فيه الحل. قال لي وين طلع رجل ستافيت عيطوا لواحد ستافيت اخرى. جا الرئيس شاف ديك الشيء قال لي مع الدخول. قلت لك مع الدخول قال لي مع الدخول. دخلوني دخلوني بقات كتعاير فيا. الناس كيقدوا معايا الحوايج كيقولوا لي زعما درك نجيب لي صافيت ناس وهي كتعاير وهي كتعاير. الناس كيقولوا لي ما تهضرش. قلت لهم انا ما نهضرش فهمتي انا ما نهضرش ولكن يهزني الحال نهضر. انت كتعايرني وانا ما نهضرش خوك وحاجره نتهز هذا فهمتي. ايوا دابا انت كتشوف ولدها هربت من الجبل شكون غيوكل لها ولدها والدريه مع الناس والدريها هو في يدي ها شكون غيوكل لها شكون هذا كتفكر في ولدي. ايوا خصني ولدي نقر انا ولدي خصني نقيه المستقبل ديالي نبيتو حدايا ما نبيتوش طايش فهمتي. انا ما بقيتو خصني نبيع اسنان ونطيمل ولكن الغالب الله ما عنديش. انا غير الجيران هما اللي كيعطيوني الحاجه. الجيران يعطيوني الماء الجيران يعطيوني الخبز الجيران يعطيوني الطحين هو بزاف على الجيران. واحد النهار تسافر شكون عيطيني فعاد مشي فعطيني وانا ما عندي في طنجه ما نكذبش حتى واحد ما كنعرف حتى الطريق فين مشات ولا كنسول غير الطاكسي هو اللي كيورينا الطريق. الله يرحم والديك هي بنتي الله يرحم والديك تلقى الخير في الناس وديالك ما تلقاش فيه الخير. كنت في دارنا خايك كنت برا نكذب عليك انت مول الخير كنت زعما مع اخوتي شنقول لك والله ما كنت نفكر لا في ناكل والله عمري ما فكرت ما نتعشى ولكني ملي وصلت لهاد الحاله كحسابي غنوصل لهاد الحاله ما عمري نتزوج ماشي غندم حتى كتندم ما كتقتل ما تلقانيش باقا واقفه هنا فهمتي. والله ما تلقاني ندمت على ديت هاد السلعه هادي. اصلا حتى حنا عندنا خوتنا عندنا العرايس ديال الناس وعندنا ولاد الناس كنهتموا بهم فهمتي كنهتموا بهم. ما كنبقاش الناس هكا حشومه حتى حنا عندنا حبابنا وعندنا عائلتنا. الراجل ديالي يطلب منه يجي يخدم على ولادو ما بغاش نطلب منه المخزن يمشي يتقبل المخزن صافي يمشي عند المخزن فهمتي. المخزن دابا حاليا انا هوت المحكمه فهمتي. الراجل ديالي انا بغيت منه يجي يقابل ولادو ويجي يخدم على ولادو كي غيتباع ما يمشي حيت في الاول كيقول لي انا مزيان معاك كنت نخدم عليه ونجيب له ونوكله ونشربه كنت مزيان دابا ملي عملوا جوج لاجورات هنايا بان له الفهم عاد دفعني وانا هذا اب هذا حاشا واش اب. الرساله اللي كنطلب يرجعوا لي الحوايج ديالي ومن الخوت يعاونوني صف كدبش حوايجي يرجعوا لي كي مدابي كي فلوسي الاتات ديالي رجع لي من طق طق السلام عليكم. راه شايف الجيران اللي كيدخلوا عندي ويشوفوا الحاله ديالي عندي القشيعات ديالي عندي الحويجات ديالي عندي كلشي ديالي فهمتي. يعني ديك القشيعات ديالي ديال الطياب وديك النبيله الصغاب وديك لاباطوره عندها مهرسه من الفم ديالها الصغاب فهمتي. وحوايجي رجعوا لي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.